بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائنا الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة طب بشري، هنكمل إن شاء الله الجزء الثاني من أسئلة الـ MCQ لبارت الـ I. سؤال رقم 30: Which statement not related to roots؟ قلنا الأسئلة دي نركز فيها ايه هي الـ statement not related to roots containing constant rhodopsin discs. طبعا انا عندي هو الرودوبسين ديسكس ديت بتبقى لها ظاهرة التيرن اوفر، يبقى انا كده عرفت ان الاجابة هنا عندي اللي انا هختارها هي ايه. لا اصبر شوية، سلندر بايبولر، الرودز سلندر بايبولر. طيب دندرايت كولد رود مايكروفيلاي، دي غلط لان الدندرايت هنا اسمها رود بودي، تمام. فالاجابة اللي انا هختارها هيبقى ايه اند سي، يبقى الاجابة اللي انا هختارها نمبر دي، لان هنا ده مش كونستانت وده ما اسمهاش رود مايكروفيلاي. سؤال رقم 31: What is the vascular pigmented structure؟ أنا عندي الـ vascular pigmented structure اللي هي الـ iris. الـ vascular pigmented structure هي الـ iris. سؤال رقم 32: What type of epithelium is on the surface of the cornea؟ الإبيثيليوم على السيرفيس بتاع الكورنيا اللي هو استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد إبيثيليوم، يبقى الإجابة نمبر بي، استراتيفايد إبيثي سكويموس إبيثيليوم. سؤال رقم 33: The cone differ from the roots in الـ inner segment conical in shape، دي صح. التيبس اوف ديسك هاز تيرن اوفر، التيبس بتاع الديسك هاز تيرن اوفر، ده في الرودز ماشي صح. الفيجوال سبستانس ايدوبسين سنسيتيف تو ديم لايت صح. الاوتر كون فايبر بتبقى شورت صح. اندس دول صح كده ولا خطا؟ دول كلهم خطا، لان الكون هي الرود هي اللي فيها الكون فيها رودوبسين. طيب رقم اي، index in expansion called الكون بروبر، ده اللي هو الصح، يبقى الإجابة اللي أنا هختارها صح إن الكون differ from the roots هي إن الكون بروبر. طبعا أنا هنا عندي الـ visual بيربل في الكون اسمه أيدوبسين، بس sensitive to مين؟ برايت ولا ديم لايت؟ برايت لايت. يبقى كل الاجابات ديت تعتبر غلط ما عدا ديت، واللي هي دي الاجابه اللي احنا هنختارها. سؤال رقم 34: What structure was crystal gyal referring to when؟ سيبنا من هوين، ايه هو الكريستال جايل ده؟ كان ده زي مغني قال لك اللي هو ماي براون ايز بلو، هو بيقصد ايه هنا؟ بيقصد هنا بالجزء دوت اللي هو الايرس اللي بيدي اللون هنا الايرس، يبقى الايرس هي البراون ايز بلو. معناها ان ما تخليش عينيني البنية تبقى زرقاء، اللي بيدي لون العين هو الايرس. سؤال رقم 35: The outer limiting membrane is، ركز معايا، outer limiting membrane سين بيزوفيليك، ده غلط. ترو ممبرين، لا نون ترو ممبرين. سيلولار جانكشن بين مولر سيلز اند فوتو ريسبتورز، دي الإجابة الصحيحة،
يبقى الاوتر ليميتنج ميمبرين اللي هو سيلولار جانكشن بتوين المولر سيلز اند فوتو ريسبتورز. هل هو ريبريزنتس لاين اوف فايبرس لاير؟ لا. سيلولار جانكشن ما بين المولر والبايبولر؟ لا، هو ما بين المولر والفوتو ريسبتورز. سؤال رقم 36، what makes up the bulk of the cornea؟ احنا عارفين اللي بيعمل البلك بتاع الكورنيا هو الكولاجين فايبرز اللي موجودة في السبستانشيا بروبريا او اللي موجودة في الستروم. سؤال رقم 37، what is the middle layer of the eyeball؟ الميدل لاير هي اليوفيا، هي اليوفيا. سؤال رقم 38، what is the anterior pigmented portion of the retina called of the retina called؟ ال anterior pigmented portion من الريتنا بسميه مين؟ بنسميه ال anterior، اسمه ايه؟ الاورا سيراتا. يبقى الجزء ال anterior pigmented part من الريتنا بسميه الاورا سيراتا، اسمه الاورا سيراتا. سؤال رقم 39، conjunctiva is thin translucent membrane lines the inner aspect of eyelid and reflects over the sclera till the margin of limbus. طبعا دي غلط. formed of layer of stratified cubical epithelium with few goblet cell. برضو غلط. formed of a layer of stratified columnar epithelium with many goblet cell. غلط. number D near limbus epithelium it changes into stratified squamous. ديت اللي صح. يبقى اللي related للconjunctiva ان هي near limbus الابيثيليوم بتاعها بيتحول الى stratified squamous. احنا عارفين الابيثيليوم اول حاجة ان انا عندي الconjunctiva دي سين translucent membrane lines the inner aspect of eyelid and reflects over sclera till the margin of cornea. till the margin of cornea مش المارجن اوف مين؟ limbus. ده اللي هيشيل لي الإجابة الأولى. formed of layers of stratified columnar epithelium with few goblet cell. يبقى stratified columnar with few goblet cell، يبقى هيحذف لي نمبر B ونمبر C. near limbus الابيثيليوم changes into stratified squamous، فدي هي الإجابة الصح. رقم 5، الابيثيليوم ريستس اون لامينا بروبريا فورمد اوف لوس كونكتيف تيشو. طبعا ده هيشيل لك الإجابة ديت لأن هو كاتب لك دنس كونكتيف تيشو، فأنا عندي الإجابة الصحيحة نمبر دي. سؤال رقم 40، which one of the following is not found in the retina؟ مين اللي مش موجود في الريتنا؟ الهينلز لاير، البايبولر، الأماكراين، الرودز، الجانجل، كل دول موجودين ما عدا الهينلز لاير. يبقى الإجابة نمبر إيه؟ هينلز لاير. الهينلز لاير دي عبارة عن لاير في الهير فوليكل، فلذلك إحنا استبعدناها. سؤال رقم 41، which structure is part the uvea؟ اليوفيا ديت فين structure أو مين اللي منها؟ الكرويد. يبقى الكرويد ليس الأورا سيراتا. إحنا قلنا الأورا سيراتا عرفناها، والبيجمنتد ابيثيليوم والكورنيا والسكيلر كله دول لا، يبقى البارت من اليوفيا هو الكورويد. سؤال رقم 42، what is the space posterior to the lens؟ احنا قلنا قدام اللينس اللي هو اسمه anterior posterior chamber، ورا اللينس هنسميها الفيترال كافيتي. الفيترال كافيتي يبقى السبيس اللي ورا اللينس هو الفيترال كافيتي. سؤال رقم 43، regardless the eyelid consists of skin containing eyelashes في السنتر. لا دي خطأ. glands of these are sweet glands open in hair follicle، ايضا خطأ. glands of mole are sebaceous glands open، غلط. احنا قلناها دي عبارة عن modified apocrine sweet gland.
نمبر دي ميبوميان جلاندس ار موديفايد سبيشيز جلاندس جلاندس اوبن ان ليد مارجن، هي ديت الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 44 وير از ذا بلايند سبوت؟ البلايند سبوت هي الاوبتيك ديسك، هي الاوبتيك ديسك. سؤال رقم 45 which statement not related to lacrimal glands؟ ركز معايا. tear secreting gland دي صح فمش هختارها. tubulo alveolar gland ايضا اللاكريمال جلاند tubulo alveolar. mucus with apical acidophilia and basal basophilia لا ديت اللي هي الخطأ ودي اللي انا هختارها. ليه؟ لان هي سيرس، هي هتبقى سيرس اهي سيرس ويز ابيكال اسيدوفيليا اند بيزال بيزوفيليا، يبقى الاجابه الخطا اللي انا هختارها هنا نمبر سي اللي هي نوت ريليتد. سؤال رقم 46 هاو ميني لايرز داز ذا ريتينا هاف؟ الريتينا 10 لايرز. الريتينا كام لاير؟ 10 لايرز، 10 طبقات. سؤال رقم 47 which of the following is not a layer of the cornea؟ احنا عارفين اللايرز بتاع الكورنيا، كلهم صح ما عدا اللامينا فيتري. اللامينا فيتري مش لاير في الكورنيا، فاكرين اللامينا فيتري اللي هي كانت مين؟ البروكاس ميمبرين. احنا عارفين الكورنيا بتبدا بمين؟ بالاندوسيليوم، بعديها الباومنز ديسمنس ميمبرين، بعديه سبستانشيا بروبريا، باومنز ميمبرين، اند في الاول الابيسيليوم وفي الاخر من جوه الاندوسيليوم. يبقى الاجابه اللي هنختارها هي اللامينا فيتري نمبر دي. سؤال رقم 48 the following is not true about phronesis. ركز فيه. الفورنيسس ار كونجكتيفا لايند ريسيسس بتوين الليدز اند اي بول، دي صح الجمله دي صح. tears drain to outer aspect of eye then into nasal cavity via nasolacrimal duct، هي دي الإجابة اللي نطرو. يبقى الإجابة اللي أنا هختارها هي دي، تمام؟ ديت الإجابة اللي مش الجملة اللي مش صحيحة اللي أنا هختارها. طبعا secretion passes down over cornea دي صح، will develop myobicelial cells around صح، لاكرمال فلويد ريتش ان لايسوزايم دي صح. سؤال رقم 49 وير اون ذا ريتينا ار ذير از نو فوتو ريسبتورز؟ في الحته انهي اللي في الريتينا اللي ما فيهاش فوتو ريسبتورز؟ في الفوفيا سنتراليز ما فيهاش الاثنين فوتو ريسبتورز، بيبقى فيها بس، هي اسمها البلايند سبوت. الفوفيا سنتراليز اسمها البلايند سبوت. سؤال رقم 50 the accessory components of the eye are، انا عندي الاكسسوري كومبوننت في الاي، هل هما الكونجكتيفا والكورنيا والايليد؟ لا، كونجكتيفا وسكليرا ايليد خطا. كونجكتيفا وسكليرا ايليد قلناها خطا، كونجكتيفا وايريس وايليد خطا. هما الاكسسوري الكونجنكتيفا اللاكريمال جلاندس والاي ليد، دول هما اللي اسمهم اكسسوري كومبوننتس اوف ذا اي. السؤال رقم 51 وات ميكس اب ذا بالك اوف ذا سكليرا؟ اللي بيعمل لي ميكس اب البالك بتاع السكليرا هو الكولاجين فايبرز، بس بتبقى الريجولار، لكن ريجولار في الكورنيا. سؤال رقم 52 which is not part of the retina، الروز بارت، الكونز بارت، البايبولار بارت، الجانجليون سكيل ليرز بارت، اليوفيا not part of the retina. سؤال رقم 53 what is the anterior portion of the uvea؟ الانتيرور بورشن بتاع اليوفيا هو الايرس، يبقى الانتيرور بورشن بتاع اليوفيا التراكت او اليوفيا هو الايرس. سؤال رقم 54 which one of the following is not found in the retina؟
مين اللي مش موجود في الريتنا؟ البيجمنتد ابسيليم موجود، المولار سيلز موجودة، الهوريزونتال موجودة، الكونز موجودة. يبقى اللي مش موجود هي الهيكسليز لير. آخر سؤال رقم 55، What is the space posterior to the iris؟ احنا قلنا اللي قدام الايرس اسمه anterior chamber، ورا الايرس اللي هي البوستيرور تشامبر، لكن الفيترال كافيتي ورا اللينس. تمام، يبقى اللي ورا الايرس هو البوستيرور تشامبر.